رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسألو نلعب رح نمرح نستفيد مدرسو بيتو ملعب اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الحلوين في حلقه جديده من خلال برنامج استديو الابطال. نمسي عليكم دائما في هذا الوقت من الساعه 3 لغايه الساعه 4 يوم الاربعاء. دائما اكون بروحي مشاعل كالعاده من بدايه هذا الكورس الله يوفقها في الجامعه انها تكون هي في فتره كلاس وعندها في هذه الاوقات دوام. فعشان كذي انا كل اربعاء اطل وياكم بالفترتين، الفتره هذه خاصه بالكيدز والاصدقاء والفاميلي، ولكن هناك فتره ليليه ان شاء الله اذكركم فيها في برنامج المسابقات، برنامج نصيبك يصيبك، يكون ان شاء الله الساعه 10:30 اليوم نمسي من خلال ربح الدولارات. نذكر الاصدقاء بطرق التواصل في هذا البرنامج بارسال سين باللغه العربيه اس باللغه الانجليزيه وتويتر الخاص والاكاونت الخاص لبرنامج استديو الابطال @ابطال _ الراي، هذا هو الاكاونت الخاص لبرنامجنا اليوم. مع بعض سنين نتذكر شنو عندنا في الحلقة اليوم. عندنا غير الاتصالات اللي تعودنا عليها وغير التويتات اللي نقراها دائما، في شيء يميز يوم الأربعاء واللي هو فقرة أكشن. فاليوم عندنا شيء جديد من خلال فقرة أكشن، هذه فقرة اللي بدال الأصدقاء يونا داخل الاستديو ينسألون أسئلة أو يربحون جوائز، إحنا نروح لهم من خلال بعض الأماكن اللي نتتواجد أو يتواجدون فيها الأصدقاء الأبطال. فإحنا في هذه الفترة قاعد نصور في مجمع أو مركز ديسكفري، فكنا موجودين هناك، أنا تحديداً كنت موجود وصورنا بعض الأشياء، ما كان أسئلة، كان في أشياء ثانية، خل نخليها بالفقرة الثانية. الفقرة الثالثة اليوم إن شاء الله عندنا راح نشوف ويا بعض، يا يكون في بعض المعلومات من خلال موسوعة في المعلومات واللي هي فقرة ديسكفري، يا شنو نقعد ويا بعض كذي ونطالع قصة جديدة من خلال نونو فورست، هذه الرسوم المتحركة اللي نشوفها في برنامج استديو الأبطال. فاليوم الاختيار الثاني واللي هي نونو فورست راح نشوفها بالفقرة الثالثة، بالإضافة إلى لعبة السيارات تحدي بين اثنين، وهالتحدي هذا يكون يا تصيب يا تخيب، إذا جاوبت صح أو خطأ وتكون عبارتك صحيحة راح تتقدم خطوة من خلال هذه اللعبة، وإذا كان خطأ راح توقف لي مكانك. هذه بشكل عام أجواء حلقة اليوم، مو أجواء كاملة للحلقات الأسبوعية في البرنامج، فاليوم هذا هو اللي عندنا، بالإضافة إلى دردشتكم الحلوة من خلال الاتصالات واللي ذكرنا في بداية الحلقة طريق أو طرق التواصل، طريق إعادة مهتم طرق التواصل والمشاركة في هذا البرنامج. ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. ألو مساء الخير. مساء الخير. عزوز. هلا. عبد العزيز كم عمرك أنت؟ 11. العمر كله راح تلعب لعبة سمارت، تعرف لها؟ لا. ما تعرف لعبة سمارت؟ هي راح تكون بينك وبين اتصال ثاني اللي فيها ألوان لازم تجيب ثلاثة ورا بعض. عرفتها؟ طيب مو بتكلمكم جدة. ما أسمع. أقول مو أنا بكلمكم، بتكلمكم جدة. منو بيكلمنا؟ جدتي. جدتك تبي تكلمنا؟ إيه. طيب يلا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يمه شلونك؟ طيب اجعلك طيب. يعني شنو هالحلقه هذه اللي احنا نتبارك فيها بصوتك؟ يبيكم يبي مشاركه. ولدكم يبي يشارك؟ اي يبي يشارك معكم. حاضرين، هو قال ان انا قلت له خلي يشارك، بس هو كان يعصب، كان يقول ترى جدتي موجوده ودير بالك يا عبد الله. الله يحفظكم ان شاء الله. انا حبيت اسلم عليك واسمع صوتك وفيك الخير والبركه، الله يطول بعمرك. نحبكم والله ونبي نسير عليكم ان شاء الله في الكويت باذن الله. تسيرون علينا ان شاء الله باقرب وقت، وحاولوا تكونون باقرب وقت ان شاء الله. اوكي الله يسلمك يحييك، سلم لي عليهم كلهم. الله يسلمك، يلا خلينا نشوف. عزيز ويانا موجود يمه؟ شلون عبد العزيز؟ يلا عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز. الو. مشتكي علي؟ ها عبد العزيز؟ نعم. يلا راح تلعب ويا جاسم، خلينا ناخذ اتصال جاسم وتلعبون يا بعض لعبه سمارت. جاسم.
يا جاسم، انا ما ادري ليش كل ما اخذ اتصال اصرخ على الاسم نفسه، جاسم عشان يسمعني بس ويعرف انه هو على الهواء. السلام عليكم. عليكم. شلونك يا جاسم؟ الحمد لله. سمعت عزيز اول شيء؟ عبد العزيز. يلا تعرفون لعبه السمارت؟ يلا يا شباب انتوا اول اتصالين. ايه. خلكم متشجعين، عبد العزيز وجاسم في لعبه سمارت. يلا كل اللي عليك تختار بس حرف من اللاينات A B C D E، وعبد العزيز الدائرة الحمراء، جاسم الدائرة الصفراء، اللي يجيب ثلاثة ورا بعض يا من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين أو من تحت لفوق أو من فوق لتحت أو على الجوانب يربح اللعبة. عبد العزيز يلا شرحتها بالتفصيل. يلا عزيز اختار. إيه. إيه بسم الله. اختار المكان اللي تبيه. جاسم. مو. شنو؟ مو شرط بالترتيب ترى ها؟ وين تبي بي؟ ها؟ سي 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 اوكي يلا سي. عبد العزيز بي هم سي بي بي بي. جاسم اي 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 جاسم اي عبد العزيز بي شنو؟ بي. يلا للحين ما حد فاز بس ها ممكن. جاسم دورك. بي 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 بي. لحظة الحين جاسم، الحين دور جاسم. جاسم جاسم بي 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 ايخ. جاسم الهادي. عبد العزيز الباور كله عندك، كنت بتفوز بس سكر عليك جاسم. اختار بعد. اي راح بعيد. الحين عبد العزيز راح عند الاي احمر. جاسم دورك. دي دي اوكي. عبد العزيز اي 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 مره ثانيه. جاسم اي ها اي 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 مو مركز يا جاسم، مو مركز. يلا كان يخلص اللعبة. يلا دور الحين عبد العزيز. طولت 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 يا شباب. ها عزوز شنو؟ سي سي. سكر. شوف كان المفروض يفوز فيها هني جاسم، لو حاط السي كان ربحها جاسم. بس يلا الحين دورك يا جاسم ركز. سي. لا لا دي 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 دير بالك، خليك اسرع من كذي. دي دي. سكر. يا سلام والله ما كان منتبه، بس سبحان الله هي كذي واضحة. ما كنت منتبه يا جاسم، وكنت اصلا بتسكر بس على عبد العزيز، بس انت لو حاطها كان ربحت بالحالتين. اذا الجائزة تروح حق جاسم، من المفروض انها تروح من البداية، بس ما كان مركز شوي، حتى انت ما كان مركز، بس حظه بالفوز موجود في هذه اللعبة. جاسم انت اللي ربحت الجائزة، تقدر تسلمها من عندنا. عبد العزيز ما ربحت للأسف، إن شاء الله المرات الجاية تربح. تبي تقول شيء عزوز؟ لا. شكرا لك. جاسم؟ لا ما بدي. مشكورين يا شباب، يعطيكم العافية وشكرا على أول اتصالين في الحلقة كانوا ولعبة سمارت. ناخذ بعد اتصال. أضواء. أضواء. أهلا. مساء الخير. مساء النور. شلونك أضواء؟ الحمد لله كله تمام. يعني منوعه ها، مره بالتويتر ومره بالاتصال. ايوه كذا كذا. حلو تنويع جميل. يلا اضواء نلعب ويا بعض اليوم. يلا الصوره المخفيه وياك، لازم تعرفين شنو هالصوره من خلال ارقام. خلينا نشوف اللعبه. يلا 45 ثانيه وياك، اختاري رقم. خمسة. بالنص. اللغز يقول ما الرقم الذي اذا قلبناه زاد؟ رقم اذا قلبناه زاد. سبعة. يا سلام عليك. اثنين. كم؟ اثنين. سؤال، ما هو الرمز الكيميائي للاكسجين؟ او شنو؟ مدري. ثلاثة. لا مو. لا خلنا ناخذ ثلاثة، بقينا ثلاثة. او تو. أنا رديت وياك عشان تركزين. O2 هي الأكسجين، صح ولا لا؟ إي صح. إنزين،
ما دام ان انت رديتي ويانا وما عرفتيها وصح وغلط وخلص الوقت وجزء واحد وكان مظلم، شوفي الصوره اذا تقدرين. يلا خلينا نشوف الصوره اللي كانت مخفيه. خلينا نشوف يلا الصوره. شوفي بس انا اقول لك شيء، كان مو مبطل الفلاش، هو كان مطفي الليت فهو فتح لك الليت، وهو كاميرا اماميه هذه ما كان مبطل الفلاش، كاميرته ما فيها فلاش فقلبها. اضواء ويرجع اضواء ملينا يلا اضواء تحياتك. حكي لي قاعد يتابعون الحين. شكرا على الاختصار المفيد، شكرا لك، مع السلامه. يلا خلينا اتصالين شباب الحين، خلينا اضواء، باقي عندنا بعد كم اتصال. الو الو مساء الخير، اليوم انا كله قاعد امسي اليوم. امل ايوه شلونك؟ تمام. امل شنو احلى لعبه عندك في البرنامج؟ كل الالعاب. كل الالعاب؟ ايوه. طيب احنا راح نلعب لعبه واحده من هالالعاب دام ان كلهم يعجبونك. طيب 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 اول شيء قولي تحياتك بعدين اللعبه. يلا اهلي امي وابوي. ايه وانت؟ شكرا وبس مشكوره على هالتحيات. خلينا نلعب البازل اذا كانت جاهزه ولا نشوف شنو لعبتك. يلا يلا يا حميد خلينا نشوف اللعبه اللي جاهزه معاك الحين. يلا يلا خلينا نشوف اللعبه. يلا البازل وياك. لا صعبه. لا والله سهله، انا معاك لا تحاتين. عاد الصوره شوفي نص اليمين كله فاضي يعني ما حتى اجزاءها سهله. يلا ركبيها. يلا انا قلت سي 8، خلينا نشوف سي 8 ولا سي 9. سي 9 يلا خلينا نشوف سي 9. كملي. دي 3 هذه بعد واحده ثانيه. اف 2 اتش 2 اف اف اتش 2 صح صح صح. بعد كملي. ها اف 1 اف 1 ونت اوكي اوكي خلص الوقت. يلا اعطينا اياهم كمليهم. اللعبه خلصت كذي بس انا بفوزك. يلا اثنين ثمانية. ايه ثمانية بس سكرنا اللعبة كذي. اعطيناك ثلاث هدايا في هاللعبة، ثلاث هدايا كافين ان انت تربحين. تدرين لو انت لاعبة بروحك كان فزتي لان انت قاعد تركين، بس انت شوي بطيئة مو مركزة وايد صح؟ ايوه. يلا شكرا لك يعطيك العافية، وجهتي تحياتك في البداية ولعبتي لعبة البازل. اكشن. والتويتر موجود بس للحين ما قريته لانه بخليكم تدزون تويتات وايد، ومره واحده اقرا مجموعه كبيره من التويتات من بعد البريك. ردينا وياكم، انا بوجه تحيه كبيره لجميع الاصدقاء اللي يشاركون ويانا في البرنامج وجميع ابطال الوطن العربي المتابعين لبرنامج استوديو الابطال. واليوم عندنا خبر جدا جميل اسعدني بصراحه، جانا تحديدا من اليمن، يقولون تحيه لاحلى متفوقين اوائل سنه 2012 2013 على مستوى اليمن، والله يوفقنا باختيار التخصصات المناسبه من اخلاص سويد. مشكوره اخلاص اول شيء على تذكير في هذا الموضوع، ثاني شيء نقول ألف مبروك للمتفوقين والخريجين أهل اليمن. إذا كان الحين في فترة نتائج اختبارات فنقول لكم ألف مبروك يا رب، وإن شاء الله تسمعون البشارة من الكل في تفوقكم وتخرجكم. هذا شيء. أيضا هناك معلومات دائما يشاركون ويانا أصدقاء البرنامج في تويتر، في بعض المعلومات ما نقدر نقولها إحنا مو علشان الثقة بس، الموضوع الثقة بيننا وبينكم، ولكن يعني حتى ان انتم ممكن ان تطلع المعلومه غلط، فا اوكي مو خطا ان انت مسؤول عن نفسك ان انت تنزل تويت، بس احنا مسؤولين او علينا مسؤوليه ان احنا نقول المعلومه غلط، فهذا الشيء اللي يخلينا لازم نراجع المعلومه ونقولها بطريقه صحيحه وتكون المعلومه صحيحه. هذا اللي بقوله وموجوده في فقره ديسكفري، احنا دائما نقول بعض المعلومات.
لأن مثلا فاطمة تقول معلومة صحيحة، التفكير الكثير يحرق سعرات حرارية. ممكن الإنجاز يعني ما أقول غلط، بس ما ندري إذا هو صح ولا لا، مو سامعها أنا. فيعني هذه اللي أنا قلت عنها يا فاطمة. بس نور عبود، شكرا جزيلا. أوجه تحياتي الكبيرة أو أكبر تحية لك أنت عبود، وإحنا نحبك وأنت سعادتنا. شكرا من مروي من الإمارات، شكرا يا خيتي من الإمارات. أيضا أوصاف مشكورة تقول مشتاقين حق فقرة سلوم، يا ليت ترجع. إن شاء الله يعني إحنا في بعض الأشياء راح نذكر فيها بالفقرات آخر السنة، دائما في استوديو الأبطال آخر السنة. هذا اللي الناس شوي قاعد تتساءل في الموضوع، شنو موضوع استوديو الأبطال آخر السنة؟ أي بعد إحنا اليوم 10-11 الشهر، بعد 20 حلقة إن شاء الله راح يبين كل شيء من ناحية سيزن شنو صار فيه. نعطيكم موضوع سيزن بس براس السنة إحنا موجودين، يعني 2014 اللي جاي إحنا راح نكون موجودين إن شاء الله براس السنة في حلقة خاصة لراس السنة بتواجد الأبطال. هذا اللي أنا بقوله، لأن في ناس مثلا قاعد تتساءل إذا موجودين إحنا براس السنة ولا مو موجودين. راح نروح ويا بعض في فقرة أكشن ونرجع للستوديو. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء في هذه الفقرة الجميلة اللي نشوفها من خلال مجمع ديسكفري. دائما في هذا المجمع يكون عندنا فقرة أكشن، نسأل أسئلة للي وراي. شفتوهم اللي وراي اللي جاهزين حق الأسئلة ويطلعوني من بعيد علشان يربحون على كوبونات مقدمة من ماجيك بلانت. اليوم راح نغير شوية، راح نخلي الموضوع مو سؤال، راح نخليه الغاز ونشوف من يقدر يجاوب على هذه الغاز. شيء جدا بسيط وسهل، أنت اللي تذبحه، وإذا ذبحته بشيت عليه. شنو هو الشيء؟ راح نشوف يا بعض، ترى عبارة عن لغز. خل نسأل، نبلش بالبنات، نشوف منو اللي جاهز. قوة قوة ما أعرفك أنا صح؟ لا. شو اسمك؟ الغالية. والله بالغالية، شلونك؟ زينة ما شاء الله. منو مسميك هالاسم ما تدري؟ أمي. الله يحفظها إن شاء الله. بسأل سؤال، كل واحدة راح تسأل نفس السؤال، بس اللي جاوب راح أعطيه على جائزة. ممكن يكون من أول ناس. اسمك؟ لولو. لولو وانتي؟ رسل. وانتي؟ جنى. هم انتي؟ دانيا. كلكم ويا بعض كذي، انتي قربوا عيل، سمعوا السؤال. أبي أسأله لكم، السؤال يقول شنو هو الشيء اللي إحنا نذبحه وإذا ذبحناه؟ لا. لا ركزوا، شنو هو الشيء اللي إحنا نذبحه وإذا ذبحناه بتشينا عليه؟ بس نذبحه نبكي. شنو هو الشيء؟ ترى لغز. رقز. لا تبكي. ها انت راحت عليك غالية. ما ادري هو لغز شيء اذا ذبحناه. رقزة، شوفوا ايدي ايش قاعد اسوي. اذا ذبحناه بتشينا عليه. شنو هو الشيء؟ لا برافو عليك يا سلام، شطورة. الكمونات عندك وانت اللي ربحت الجائزة. هذا اول لغز. لا لا في الغاز وايد ان شاء الله. هذا اول لغز. ذكريني باسمك. رسل. رسل؟ رسل. رسل؟ ايه. رسل هي اللي جاوبت على اول لغز ويانا في حلقتنا لليوم، واللي هو شنو الشيء اذا قصيته او ذبحته تبكي عليه، لان اذا قصينا البصل راح تنزل دموعنا تلقائيا. نريح شوي ونرجع مع اللغز الثاني. الحين عندنا لغز ثاني، نبي نشوف اليوم يوم الالغاز طبعا، نبي نشوف اذا يقدرون يجاوبون عليه ولا لا. في بنات قاعد يطالعوني، ابي اقول لكم اللغز بعدين انتقل حق البنات. شنو هو الشيء سهل هذا اللغز؟ اذا خذيه كل ما تاخذ منه يكبر، كل ما تاخذ منه يكبر. بسيط، خلينا نشوف البنات يجاوبون عليه ولا لا. شو اسمك؟ جوري. وانتي؟ جود. انتو توين؟ صدق والله؟ من اكبر فيكم؟ قربوا قربوا يم بعض، خلينا نشوف يشبهون بعض ولا لا. ابتسموا؟ ابتشوا؟ زعلوا؟ يلا زعلوا وليكم. خلي مو انتو توين، خلينا نشوف اذا اكبر منها بش كثر. دقيقة ما ادري، دقيقة خمس دقائق نادي. في فرق بين دقيقة وخمس دقائق ولا دقيقة؟ دقيقة فرق، دقيقة. انزين ممكن اخذ من وقتكم دقيقة؟ اوكي. ابي اقول لكم سؤال، السؤال يقول شنو هو الشيء اللي كل ما ناخذ منه يكبر؟ حفرة. حفرة. حفرة، يا سلام عليكم، والله شطار، برافو عليكم. اذا انا بعطيكم كمونات، سهل اللغز ولا صعب؟ سهل. انتوا اي صف؟ خامس.
خامس. بعطيكم مكونات مقدمة من برنامج استديو الأبطال لكم، تفضلوا كل واحدة كوبون. ألف مبروك. إذن لغز جدا بسيط وسهل، واللي هو كل ما خذينا منه كبر، واللي هو شنو؟ حفرة. قولوا ويا بعض، واحد اثنين ثلاث. حفرة. شكرا لكم بنات. عفوا. أي باي. شو جابون ويا بعض ما شاء الله عليهم، صدق إنهم متون. وصلنا الحين حق اللغز الثالث. تقريبا الحين احنا حلينا لغزين. اللغز الثالث يقول، طبعا انا لما اقوله لازم اقلل على صوتي عشان لا احد يسمع. اللغز الثالث يقول شنو هو؟ ايش رايكم ما اقول اقول مع البنات؟ سلام. سلام. شلونكم؟ زينين. سمعتوا اللغز؟ لا. ايشوه؟ شو اسمك؟ منيا. وانتي؟ شيخه. شو اسمك؟ منيا. وانتي؟ شيخه. اوكي. شو اسمك؟ منيا. وانتي؟ شيخه. حلو، جاهزين حق السؤال؟ نعيد مره ثانيه، شو اسمك؟ منيا. وانتي؟ شيخه. سؤال او اللغز يقول شنو هو الشيء اللي ما له دم ولا روح ولا جسد؟ ما له دم ولا روح ولا جسد، واذا تكلمنا يتكلم. تليفون. هذه جاوبت. انت شنو جاوبتك؟ ما ادري. أعطيتها مو التليفون، ما له جسم يعني، ما له جسد، ما له جسد. خطأ. صوت. لا مو الصوت، قربت. بخليكم تاخذون راحتكم. شنو هو الشيء اللي ما له جسد، جسد اللي ما له جسد ولا دم ولا روح، واذا تكلمنا يتكلم؟ الصدى. الصدى. في احد معطيك الاجابه؟ لا. اهلك وينهم؟ ما مو شلون عرفت عيل؟ دارسه. مع ان لغز بس تستاهل يا علي، دام انك انت جاوبت على الاجابه انا ما اقدر ادقق وياك اكثر. هذه الكمونات. ترى الوالد قاعد يراقبني من بعيد. خلينا نشوف. شوف طلعت من جيبي. وين جيبك؟ افتح جيبك. لا تقول حق احد. يلا مع السلامه. مشكور. كذي وصلنا لختام فقره اكشن اليوم. قلنا ويا بعض اكثر من لغز، ما خلينا سؤال، خلينا الغاز. في منهم جاوب وخذوا جوائز واكثر من اثنين وثلاث، وفي منهم ما عرف يجاوب ومشى وهو شوي زعلان. ان شاء الله نكون وياكم كل اربعاء فقره اكشن. مزعج هذا المذيع، ما ادري ليش يعني. انا بس ان شاء الله استمتعتوا من خلال فقره اكشن، وموجودين ان شاء الله كل خميس. احنا تصويرها يكون كل خميس في هذا المجمع الجميل، ونعرضها كل اربعاء في حلقه من حلقات برنامج استديو الابطال. انا اهدى منه شوي يعني، صوتي احلى من صوته، هو مزعج شوي. ناخذ اتصال. مجنونه شعوله شيخه البنات. الو. فديتكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟ الحمد لله، كيف انت؟ تمام الحمد لله، انا بخير. هذه يوم هادية، مو ماكلة كنك، مو متغدية؟ لا والله بس تعبانة. سلامتك، ما تشوفين شر خيك. الله يسلمك. دير بالكم من البرد، الحين عندكم برد؟ امس كان جت لكم الاجواء الباردة هذه، اجواء الشتوية. لا عادي عادي. ما عادي عندكم، ها متعودين. حتى احنا متعودين يعني. طيب ليه. تلعبين؟ ليه؟ يلا نلعب. يلا. اوكي قولي لي تحياتك شوي قبل أن نلعب. اليوم كله تحيات بعدين نلعب. اوكي. اوجد تحيه لك خرجان من مكتب كويت شعولك وفارس تجربة الماجد وكل الأصدقاء. شكرا لك والف سلامة عليك، والله باين عليك التعب وعين ما صلت على النبي. يلا ناخذ اتصال ثاني عشان تلعبون يا بعض. فاطمة. فاطمة. ألو يا فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك عفوا؟ تمام الحمد لله، انا بخير. فاطمه نلعب. ابي اوجه تحياتي واطلب منك طلب. يلا نلعب اول شيء. نلعب بعدين نسولف يا بعض. اوكي فاطمه. اوكي يلا خلينا نلعب وياكم، خلينا نشوف اللعبه. يلا تحدي بين اثنين. يلا. عادي ما ادري شلون صارت السيارات بس يلا.
يلا السؤال الأول يقول اسمع ايش نسمع الحظ ها؟ قعد يا الحظ ها؟ مجنونة شعولة السؤال يقول تقوم جذور النبات بتثبيت النبات وتوصيل الماء صح وخطأ؟ خطأ ها؟ خطأ منو اللي كاتب مجنونة؟ يلا اوكي صح إجابة صحيحة هي قالت صح ولا خطأ؟ صح أنت قلتي غلط؟ مجنونة شعولة سمعيني تقوم جذور النباتات بتثبيت النبات وتوصيل المياه لها يعني سهل العبارة هذه يلا مشيناها فاطمة أيوة الجهة التي تشرق بها الشمس تسمى شمال خطأ خطأ برافو عليك يلا مرة ثانية لازم نختار اسم معين عشان لا يطلع كذي بالتايتل يلا سؤال يقول مناخ دول الخليج صحراوي حار شتاء وبارد صيفا خطأ خطأ إجابة صحيحة ننتقل للسؤال الثاني حق فاطمة السؤال يقول الأشجار موطن طبيعي للطيور والحيوانات لأنها تطلق ثاني أكسيد الكربون صح نو خطأ خطأ فاطمة خطأ الأشجار تطلق أكسجين يعني مو ثاني أكسيد الكربون يلا خطأ. طوفها عشان واحدة حق مجنونة بس أهم شيء المعلومة توصل مو شرط الفوز أوكي أوكي يلا شيخة البنات ليه؟ الجرثومة هي كائن دقيق لا يرى بالعين المجردة صح وخطأ صح برافو عليك إجابة صحيحة فاطمة آخر سؤال البتلة هي الجزء الخارجي الملون في الزهرة إذا أنت درستي في العلوم أجزاء النبات البتلة هي الجزء الخارجي الملون في الزهرة صح وخطأ أتوقع خطأ وأنا أتوقع صح أوه عادي شنو العادي تأخذين رأيك ولا رأيي كيفك رأيك منو الأكبر أنا ولا أنتي أنت طيب سمعي كلامي وقولي إنها عبارة صحيحة وحلوين حلوين بس مرة ثانية احنا نقول ما يخالف نساعدكم في بعض المعلومات ولكن اهم من كذي ان احنا نركز من خلال المعلومة البتلة هي الجزء الخارجي الملون في الزهرة وماخذينها في كتب العلوم او الكتب العلمية اذا احنا درسنا هذه المراحل واتوقع درسنا لان هذه المعلومة جدا سهلة فاطمة انت قلتيني بقول لك شيء بطلب منك طلب امري تفضلي بس ارجو ان انت ما تخذني يا رب ان شاء الله ما ان شاء الله ما يعني ارد لك هالطلب وفعليك ابيك بعد البرنامج تتصلي ضروري حاضر نتصل عليك بعد البرنامج اوكي اوكي والكنترول ياخذون رقمكم واتصل انا من الكنترول نفسه اوكي طيب يا فاطمه شكرا لك يعطيك العافيه وما يصير خاطرك الا طيب راح نكمل وياكم الفقره الثالثه ولكن من بعد البريك رجعنا وياكم من بعد البريك والفقرة الثالثة في حلقتنا اليوم في البرنامج راحت لعبة السيارات لظرف ما وردت ويانا لعبة سمارت وبالإضافة إلى لعبة كرامبل أو ألعاب الميموري أو لعبة شنو عندنا بعد ألعاب يعني للحين عتريس ما لعبناها فهذه الألعاب المتبقية في حلقتنا اليوم في البرنامج قبل لا ننتقل حق رسوم تحركة خلنا نقرأ عهود مساء الخير منور عبود شكرا طلبتك الحلوة الله يرحمنا وانت واحد وجه تحياتي حق امها الغالية وحق توتو شكرا يا عهود الاصدقاء الحقيقيون مثل الحجر الاحجار الكريمة لا تستطيع صناعتها ولكنك تجدهم باماكن او تجدهم وبامكانك المحافظة عليهم شكرا شواقة من البحرين شكرا لك يا شواقة تقول اليوم ناطرينك في البرنامج في الليل حاضرين تحية كبيرة حق الشرس صديق البرنامج شكرا لك ليش يا اخي ليش منو عن منو مونسيستر ليش يا أخي ليش على شنو ما أدري ردي علي عادي مو مشكلة تعبنا من الجامعة آخر سنة ومو راضية تخلص سهلة عاد كل شيء إذا بقى منا شوية الوقت يمشي كذي بطيء إذا بقى شوية من عمر 17 ل 18 وانتو عارفين هالفترة شنو ننطر
وإذا من 19-21 هالحزة حزة نهاية الجامعة حتى بالثانوية كل شيء نبي يعني نتعب عليه سنين، لما توصل آخر سنة تكون أبطأ من السنين. ليش؟ لأن إحنا مركزين باليوم وبالتايم، فعشان كذي يصير بطيء. خلها كذي مثل ما هي وتروح الأيام بسرعة، وسبحان الله هالأيام يعني صار سريعة ما أدري شلون بسرعة، يعني واحد توه ما شاء الله قاعد يقول حلقة أمس يصيبك دشينا إحنا الأسبوع اللي بعده، الأسبوع اللي بعده خلصنا شهر، والشهر اللي بعده نصيبك تونا بسم الله قاعد نقول إن هي أول حلقة. اليوم إحنا قاعد نسولف في الحلقة قبل الأخيرة، ويايتنا باقي حلقتين الأسبوع الجاي واللي بعده نختم وياكم هذا البرنامج اللي استمتعت فيه معاكم. خلينا نشوف يا بعض رسوم تحركها من خلال برنامج استوديو الأبطال نونو فورس، حلقة جديدة طبعا وأكيد فيها حكمة جديدة. دائما نشوف هذه الحلقات في الاسبوع او نهايه الاسبوع من خلال البرنامج، يكون يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس مرات نعرضها في البرنامج. ان شاء الله يوم السبت القادم في عندنا زياره خاصه لبرنامج استوديو الابطال، في هذه الفتره راح يكون ان شاء الله فيها مفاجات، فاللي يبي يشوف المفاجاه من خلال التلفزيون يقدر يتابعنا دائما من الساعه 3 لغايه الساعه 4، اما اللي حاب انه يشوفها قدام عينه في مفاجآت راح تكون داخل الاستديو، فقرة أو شو معين راح يكون داخل الاستديو يقدر أنه يتواجد ويانا داخل الاستديو، والباب مفتوح للجميع. إحنا قاعد نقول من الحين لنهاية العام الباب مفتوح للجميع للمشاركة والتواصل داخل الاستديو في البرنامج، ياخذ جائزة ويلعب ويستمتع ويطلع على الهواء مباشرة، والباب مفتوح طول الأسبوع من يوم السبت لغاية يوم الخميس. أذكر بتويتر البرنامج @أبطال
اندرسكور الراي، هذا هو الاكونت الخاص لبرنامج استديو. طيب خلينا نقرا بعض التعليقات اللي شاركوا ويانا. عبود، هذا درع تميزي ونسبتي 98.13، علمي ما شاء الله تبارك الرحمن، الف مبروك والله تستاهلون كل خير، واكيد ما يجي هذا التعب الا بعد جهد، وما تحصل شيء الا بعد زرع يكون منظم وترتيب وفي دراسة، وواحد يكون مستغني عن شيء مقابل شيء. ما يصير أنا بيطلع مثل الناس وبيروح سينما نفس الناس وبيروح أتعشى نفس الناس، والناس هذه تعبت وخلصت، وهو لا كل شيء فترته، ففترة الدراسة لها وقتها وبعدين نقدر نطلع نفس الناس. بعد عندي عبد الله بليز، نبي أحد يشجعنا برد وناسة. شلون أشجعكم بالبرد يعني؟ برد يعني ما أدري شلون أشجعكم يعني. برد والله، والبرد حلو بصراحة، كل اللي أقول لكم يا يعني هم قادر أشوف شيء يشجعكم فيه بصراحة. بعد عندنا مملكة النور، عاصمتها ابتسامة واللي هي أمي، هذا منشن أو هاشتاج عفوا يا من صديقتنا غرور الكون، شكرا. أنا أحبت على فكرة أحب الهاشتاج وايد، حتى في أكاونتي في الانستغرام دائما أسوي هاشتاج حق الصبح حق العصر حق أي كلمة حق أي موضوع نسوي فيه هاشتاج مو منشن. ننتقل ايضا لتويت ثاني، سلام عليكم، ممكن تقرون تغريداتي ان شاء الله، بس احنا نبي نشوف التغريدات انزين، نص تغريده بس نبي تقرونها. حاضرين. الامتحانات من الاسبوع الجاي الله يوفقكم، هذا تويت ثاني يعني يقول امتحانات. في عندنا مشاركات وايد من الكويت، ما عليها الايام ممكن ما نقدر نتابع استديو الابطال لان احنا في فتره اختبارات، معذورين. احنا دائما نقول هذه هي فتره اختبارات، لازم تشدون حيلكم. واحدة أو ردت تقول فطوم أن عبود هذه المعلومة صحيحة، أنا توني قاريتها. أنا مو قصدي فطوم عن معلومتك ولا لا، أنا قصدي بشكل عام، لا تزعلين مني يا خيتي، وإن شاء الله تكون معلومتك صحيحة ومشكورة على هذا البحث الجميل اللي قاعد تقدمينه لبرنامج استديو الأبطال. أبي أقرأ أيضا تغريدات جديدة. لولو من السعودية، شكرا لك يا لولو. الشرس أيضا يشكرنا ويقول ناطرين في فترة المساء في برنامج استوديو في برنامج نصيبك يصيبك عفوا، مساء الخير عليكم، حبيت أعرف سبب انتهاء البرنامج. ما قلنا منتهي، احنا قلنا قصدنا لنهاية العام، وإذا في شيء عن استوديو الأبطال احنا دائما نقوله ما راح نخشه إن شاء الله، ولكن استوديو الأبطال في موجود أو موجودة حلقة رأس السنة 1/1/2014، هذا اللي مدى يسألون عنه، موجودة هذه الحلقة، ولا أحد يقول شيء مو عارفين المصدر أو يطلعون مصدر يقول أن استديو الأبطال باقي كم حلقة وينتهي. إذا في صج راح نذكره إن شاء الله، ولكن كل شيء له وقته. راح ننتقل الحين للفقرة الأخيرة من بعد البريك. ردنا وياكم من بعد البريك، قاعد احاول اني اصور واخذ كادر معين، بس دائما يقول لك المثل عطى الخباز خبزه حتى لو اكل نصه. خلوني انا وياي المايك واسولف وياكم ودردش وياكم، واقول لكم الحين خلينا نطلع ويا بعض ونشوف فيديو كليب ونرجع لاخر دقائق من حلقه اليوم. Yes, we're smart.
ودنا وياكم من بعد ما شفنا هذا الفيديو كليب اللي انا وايد احبه بصراحه. تحيه كبيره حق كل قائمين على هذا الفيديو كليب اللي دائما نشوفه في القنوات وايضا في برنامج استوديو الابطال تحديدا. عبد الله اتابعك انت وشعوله من عمري 17 سنه وانقطع البرنامج وحزنت عليه حيل والله. كلنا نحبكم، شكرا، يعطيكم العافيه على هذه المحبه. وقلت لكم مره ثانيه اداريا في كتلفزيون الراي ممكن يكون في اجتماع على هذا الموضوع ولكن ما نقدر نقول اي شيء. ف يعني بس ما نبي نقول كلام كذي، ما كلام مو مزبوط، نبي نقول كلام مزبوط. انزين، هل عبد الله نزعلان كثير لانكم ما تقرون تويتاتي؟ الملاك الصامت، شكرا لك، ان شاء الله ما تزعلين منه. وهذا قريناه هذا التويت. شكرا للجنة غايتي، شكرا، يعطيك العافية. بس احنا دائما نقول هذا كلام ما نقدر نقوله في البرنامج او بعض الكلام، انا ما ابي اقراه بس في اشياء ممكن تكون حق الكبار. مون سيستر شكرا لك. بعد عندنا احبكم وايد، تحياتي لك ولشعوله ولامي وابوي ولصديقاتي بشاير طويل وخديجة الغزال وفطوم من لولو من السعودية، شكرا لك. يسرى من مصر تحية كبيرة لك يا يسرى، من زمان والله انا ما ادري من زمان مو قاري تعليقك ليه كده. انزين، بعد مساء الخير منور عبوده، وجه تحياتي حقك وحق مشاعر المروي وبثون وشوق من البحرين من امل مبارك. هلا بموله، يعطيك العافيه على التواصل والمناقشه الجميله. من التناقضات العجيبه ان يكون اول من ما يهتم به الانسان ان يعلم الطفل الكلام ثم بعد ذلك يعلمه كيف يسكت. انا نور من الامارات، يعلم الولد الكلام ولما يتكلم يعلمه شلون يقول له اسكت ولا كلمه. صح كلامك يا نور، فيها يعني نوع من الحكمه. بعد عندنا عبود، انا تعبان اليوم مره، ادعي لي بالصحه والعافيه. فطوم الحايك من السعوديه، ما تشوفين شر ان شاء الله. ناخذ اتصال. انا بس قلت في ماجد خذيت اللي كنت بكلمهم. الو. ايوه الو. مناير. هلا. مساء الورد. مساء الفل. مساء الياسمين. مساء الورد. مساء الجوري. لا تكررين. مساء الياسمين. لا تكررين، يعني اقول اشياء جديده. شلونك؟ كويسه، شلونك؟ والله تمام الحمد لله. نلعب؟ نلعب. يلا هيا بنا نلعب. خلينا نشوف، يلا. وين اللعبه؟ يلا خلينا نشوف اللعبه على الشاشه. الو. اي هلا. انت جاهزه؟ جاهزه. يلا خلينا نشوف اللعبه. يلا 10 ثواني بالاول. يلا. في غلط باللعبه، سوري. يلا ما عليه، نرجع مره ثانيه. في غلط اتوقع بس خلينا نحاول فيها. يلا الكاب واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث. ثلاث هو واحد مفروض غلط. يلا النظارة. اثنين. اثنين صح. شنو هذه اصلا، التيشيرت ولا سديري صار هذا تيشيرت؟ يلا ما عليه، نرجع ما عليه. انا قلت في البدايه ان اللعبه ما مو واضحه، كان المفروض ان نوقفها في البدايه بس يلا ما عليه. شكرا لك، سامحينا على الكسور. ووجه تحياتي، تفضلي. وجه تحياتي لك وللقائمين على البرنامج. شكرا، والله يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه، شكرا على مشاركتك في البرنامج. ناخذ بعد اتصال. الو. الو. الو بنت الزمامي. الو. يا هلا، مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله تمام. يلا تبين نلعب ويا بعض؟ لا ما ابي العب. ها شنو تبين؟ امري. ابي اودي تحيات. يلا تفضلي. اودي تحيات لماما واخواني وخالاتي. واحب اوجه تحيه خاصه لصديقاتي اماني وهنادي وساره وملاك وجواهر، وتحيه خاصه لك. شكرا لك، يعطيك العافيه، تسلمين يا الغاليه. شنو حابه تقولين بعد؟ وبس شكرا جزيلا ومع الف سلامه. ناخذ بعد اتصال. اوكي خلينا نرجع لتويتر البرنامج نعطيه حقه مثل ما قاعد ناخذ
الاتصالات والمشاركات. يلا خلينا نشوف مساء الورد والطيبة. عبود منور يا غالي، عن جد وحشتوني من بيبي باربي، شكرا لك يا بيبي باربي، يكتمل الجمال بنقاء القلوب من أميرة، شكرا يا أميرة. منور عبود وجه تحية لندوش وريما وريوف وليشوق ولعمي الغالي، أقوله وحشتني حيل من بنت الجنوب، شكرا. تحياتي لعبد الله مال الله من عبورة من السعودية، عمري 5 سنوات أحبك مرة، مشكورة حبيبتي، تسلمين، الله يحفظك إن شاء الله. عبد الله ما رأيك بالكفيف الأعمى؟ تكفى جاوب، يعني يبيل له موضوع كبير، وهل تختص بسؤالك هذا شيء معين؟ علشان يعني إذا تتكلم عن الإنجاز فمن لك يعني من الناس المنجزين، إذا نتكلم عن شيء آخر كإنسانيا فهذا الموضوع متفرع، ما أقدر أقوله بشكل عام. يعني أبي حسابات جروبات، حسابات الجروب روح الكرار وشوق ومعها مجموعة مو ذاكرتهم، والله ما أدري شلون أعطيك إياه، يعني مو عارف الطريقة. ماجد المطيري تحية كبيرة لك، أيضا وجه تحية لجميع أصدقاء البرنامج. عندنا عبود ممكن أقول لك شغلة، أحس أن أنت ويا الشرس محسودين. لا والله مو محسودين الحمد لله ولا شيء، الله الحافظ، بس أنه هو مثل أخوي الصغير ودائما يشارك في البرنامج، فأنا وايد أحبه وأحب كل اللي يحبني ويحب هذا البرنامج. بس هذا كل اللي أقدر أقوله، والعلاقة بيني وبين صديق البرنامج أخوي الصغير الشرس. راح دائما نستمر وياكم في برنامج استوديو الأبطال إن شاء الله. أنا أقول لكم الحين يعني تمسون بالخير إن شاء الله، ولكن أبي أقول لي متابعين برنامج المسابقات نصيبك يصيبك، انتظروني إن شاء الله الساعة 10:30 بتوقيت الكويت. مع السلامة. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، رسمو تلوين لعبو تمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين، رسمو تلوين لعبو تمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين، رح نسأل ونلعب، رح نمرح نستفيد، مدرسة وبيت وملعب، استديو الأبطال أكيد.